مواصلة الإجراءات الميدانية التي سطرتها مصالح الشرطة بأمن ولاية غردايا لتضييق الخناق على مرتكبي مختلف الجرائم منها ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الأول بحي شعبة النيشان غردايا من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج نقل هذه السموم تنشط ما بين الولايات. العملية مكنت من توقيف 4 أشخاص مع حجز 450 قرص من المؤثرات العقلية بالإضافة إلى مركبة كانت تستعمل في عملية النقل. بعد الاستيفاء من كافة الإجراءات القانونية قامت عناصر الضبطية القضائية بإعداد ملف جزائي وتقديمهم أمام الجهات القضائية.